السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت إن زوجي عاشرني، فأنا كنت صايمة أيام اللي عليا من شهر رمضان يا أختي، فمش عارفة إذا كنت يعني أنزلت ولا لأ، وصمت يوميها وثاني يوم كمان، فالمفروض كنت أستحمى ولا عيد الأيام الصيام دي ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل في منامه وأصبحت في نهار رمضان ولم يمكنها الاغتسال، صومها صحيح ولا تأثر للصوم بالجنابة من الليل. ذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فإذا رأت المرأة رؤيا منامية أو زوجها غشيها في الليل ولم تستطع أن تتطهر حتى طلع الفجر ونوت الصيام، فصومها صحيح والله أعلم. إنما المؤثر أن يحصل جماع في اليقظة نهارا. بارك